مذهب الأشاعرة، يقولون إن الله عز وجل كلامه معنى في ذاته ولا إرادة له بالكلام، فنقول هذا الحديث يرد عليكم، وذلك لأنه جعل الإرادة سابقة على الكلام. قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فبهذا رد صريح على أنه عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء، فيكون كلامه عز وجل من الصفات الذاتية. أما من حيث الآحاد أو تنوع الكلام فإنه من الصفات الفعلية،